اي حد لعب في النادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي اللي هم اتربوا وعاشوا ولعبوا كتير عدد من السنوات الكبيره في النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ده في دمي يعني، فاكيد يوم ما هيطلب مني اي منصب ما بقولش لا، بدليل ان انا كنت في قناه الاهلي، وبعد كده كنت الاول في قطاع ناشئين، بعد كده قناه الاهلي، بعد كده قطاع ناشئين تاني، بعد كده قناه الاهلي، بعد كده لجنه فنيه، بعد كده النهارده في القطاع تاني مره تانيه، ف عمري ما هتأخر اكيد. النادي الاهلي دايما بيبقى هو رقم واحد في حياتنا يعني، الحمد لله ان كل واحد ليه سبب في ظهور اللعيبه دي والشكل دوت. اكيد انا كنت البدايه معايا ان هم كانوا طالعين من 8 وجول، وان ازاي يقفوا 11، فالامور بتبقى صعبه جدا خلي بالك، وعايزه مجهود يعني كبير، فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان يعني مع مساعد طبعا اكيد احمد سراج كان معايا وقعد مع الفرقه دي 3 سنين كمان بعد كده، فكان في فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعمل فرقه فعلا للنادي الاهلي، والحمد لله قد كان الفرقه ال 2000 اعتقد انها مبشره جدا للنادي الاهلي، فيها اكتر من لعيب مميز يعني يلعبوا في الفريق الاول، وده اعتمدنا بقى الفتره اللي جايه يمكن من خلال كابتن فتحي مبروك وهو رئيس قطاع، وده الفتره الجايه الرؤيه الجديده مع مجلس الاداره مع الكابتن محمود الخطيب اللي هو يعني راجل الكروي اكيد النجم الاسطوره الكبير، ان احنا نفرغ لعيبه للفريق الاول، هو ده الاهم بتاعنا، هو ده الاهم الشغل الشاغل بتاعنا دلوقتي، ان احنا انت عارف اديك شايف الارقام بقت حاجه كبيره جدا، فانت النهارده كمان انت بتصرف فلوس كبيره جدا جدا في القطاع تحت، وفي النهايه اللعيبه بتمشي، لا طب ما انا استفاد بعد كل اللي انا بصرفه على اللعيبه ان يبقى لازم يبقى عندي حد فوق في الفريق الاول، فده اللي ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى لينا دور فيه من خلال كابتن فتحي ومتابعتنا الكبيره لقطاع الناشئين، ان شاء الله هيبقى لينا دور ان احنا نطلع لعيبه للفريق الاول. انا من اول يوم فعلا والله جيت وقعدت مع كابتن فتحي واداني اختصاصاتي والحمد لله بباشر معاه كل حاجه وبتابع، وهو عايز يعرفني كل حاجه وعايز يعني بيساعدني في كل الشتى طرق يعني، ما فيش حاجه معلومه الا ما هو اللي بيقولها لي وبقعد معاه، وديك انت شايف انت بنفسك موجود في النادي كل يوم، والحمد لله باجي من بدري جدا ببقى قاعد بمشي اخر واحد لغايه لما اتابع واحفظ الفرقه كلها، لان مسؤوليه كبيره طبعا، وان يبقى ثقه مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب في الواحد الحمد لله، فدي ثقه كبيره لازم اكون قدها ان شاء الله يعني. اتشرفت ان انا اكون من قطاع ناشئين النادي الاهلي، وانا عندي 10 سنين كنت متواجد في النادي الاهلي بس ما كنتش في مدينه نصر، كنا في التتش، وده اللي بقوله للولاد لما باجي اتكلم معاهم ان يعني شرف كبير جدا جدا انك تكون تلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي رقم واحد وسيظل رقم واحد الى الابد، لان النادي الاهلي يعني لو هنتكلم على التاريخ هو تاريخ، ما هو الناس بتقول لك انتوا بتتكلموا بالتاريخ ما انا هتكلم بايه؟ ما هو الواقع والتاريخ والحاضر والمستقبل هو النادي الاهلي، لو هنتكلم بطولات هو النادي الاهلي رقم واحد في البطولات، هنتكلم بالتاريخ هو النادي الاهلي رقم واحد في التاريخ، فيعني عشان ما حدش يضحك على الناس واقول الناس والشباب في انديه منافسه كبيره، لكن في فرق كبير جدا، في فرق كبير يعني، ويمكن احد رموز نادي الزمالك كان بيقول كده، هو انا كنت متخيل ان في حاجه اسمها قطبي الكره المصريه، هو قطب واحد، فيعني انا مش عايز احيد في الموضوع ده، لكن لا في انديه كبيره ومحترمه وليها تاريخ وليها باع وليها بطولات، بس النادي الاهلي في حته تانية، فلازم الناشئ يبقى عارف من خلال اسامه وخلال البرنامج ان لا النادي الاهلي ده تاريخ، تاريخ كبير جدا جدا جدا، وبيجي لك اعداد مهوله في الاختبارات واعداد مهوله في القوائم الفرق، لكن في النهايه لا صح الا صحيح، اللي هيبقى عايز يلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي ليه مواصفات معينه، النادي الاهلي بتاع مواصفات معينه عشان يقدر يحافظ على البطولات، ويمكن الحمد لله الواحد كان ليه الشرف ان هو يطلع من قطاع ناشئين، اتمنى ان يبقى فيه مليون هشام حنفي ان شاء الله.